هذه سائلة تقول إن زوجها يعني يقف مع أمه ويدافع عنها ولا يقف معي حتى مع أولادي، لا يجعلني أما كما يعامل أمه. يعني يجب على الإنسان حقيقة أن يتقي الله في زوجته، وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وكذلك عليه أن يتقي الله في أمه وأبيه، وعليه أن يتقي الله في أبنائه وبناته. قضية التقوى هذه في الأسرة بشكل عام، حتى تقوم هذه الأسرة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز للأب أن يقدم الزوجة، يعني لا يجوز له أن يقدم أمه على زوجته بحيث أنه يضرها، لكن يعطي أمه حقها ويعطي زوجته حقها، فهذه لها حق وهذه لها حق، وأعطي كل ذي حق حقه، وكما يعطي زوجته حقها كذلك يعطي أخته حقها، وكما يعطي ابنه يعطي ابنته، وكما يعطي أباه يعطي أمه، وهكذا. فعلينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى في آبائنا، في أمهاتنا، في أزواجنا، والزوجة كذلك تتقي الله في زوجها، وفي أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. لكن هؤلاء الرحم أشد، حقهم أعظم، فلذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم. فعلى الزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يضر زوجته بحجة أنه يبر أمه، فتستطيع أن تبر أمك دون أن تضر بزوجتك، والله المستعان.